لو انت بتتعلم فرنش ولسه بتقول حادي بادي كرومب زبادي شال وحط كل على دي والكلام ده كله، فانت لازم بقى تبطل ده من دلوقتي وتعرف ازاي الفرنسيين بيستخدموها. فلو انت عندك طفل ممكن تعلمها له، وانت برضو لازم تكون عارف المعلومة. طيب الفرنسيين بيستخدموها ازاي؟ انا بحب مثلا يختاروا حد بالايه بنفس الطريقة ديت او بنفس اللعبة ديت، هيقولوها ازاي؟ بيقولوا امست خام كام بيكي بيك ايكول غام بوغي بوغي عطا تام امست خام كام بيك بيك. ديت اخر حاجه بينهم بقى الايه اللي هم الاختيار اللي هم بايه بيختاروا عليه، يعني اللي حد بده كرنب زبادي وفي الاخر ايه اخر كلمه ديت الايه الحد اللي بيقول على الاختيار، فهي اخر حاجه بيقولها دلوقتي بيك. ديت اخر حاجه بتتقال في الايه في اللعبه ديت. انتوا ممكن ايه تعلموها لاطفالكم، وممكن ولازم برضو انتوا كمان تتعلموها كويس. وعلى فكره هي كمان موجوده في الانجليش، يعني حتى الثقافه موجوده في العربي في الانجليش في الفرنش، مش عارف بقى موجوده في بقية اللغات ولا لا، بس هي اكيد موجوده. تمام، فهي ديت الطريقه اللي كانوا بيستخدموها فين في الفرنش. ان شاء الله فيديو جديد ومعلومه جديده. اوفواخ.